دعونا نقدم تصفيقا حارا لربنا يسوع. أصدقائي الأعزاء، كم كانت الأيام الماضية رائعة ومباركة، واليوم لدي كلمة خاصة من أجلكم في المزمور 147. سنقرأ ابتداء من العدد 12، حيث يقول ناظم المزامير: سبحي يا أورشليم الرب، سبحي إلهك يا صهيون. أورشليم هي مدينة الملك العظيم، وصهيون هي الكنيسة اليوم. بعبارة أخرى، إنها نحن. علينا أن نسبح الرب ونعظمه على كل أعماله. أحبائي، ما فعله الله ليس شيئا بلا معنى، حاشا. فبعد خطية آدم وحواء تعرضنا لخسارة عظيمة، لأن حياتنا مليئة بالأبواب. أعتقد أن الأمر مشابه لأجسادنا، فكل منا لديه ملايين الخلايا، ولكل منها باب، وهذه الأبواب هي التي تمنع أي شر من الدخول، ومن المفترض أن تحمينا. وبعد خطية آدم كسرت هذه الأبواب، والأقفال والقضبان والمسامير أصبحت بلا فائدة، وتمكن العدو من الدخول وفعل كل ما يحلو له. وهذه الأبواب ليست أبواب مادية. فمثلاً، عندما تشعر بالعطش وتشرب الماء، ثم تشعر بحاجة لطرح السوائل خارجاً، لست بحاجة لفتح الباب لفعل ذلك، بل تشعر بهذا الاحتياج، وهذه الحاجة تقودك لهذا الفعل. هناك العديد من الأمثلة. نحن نشعر بالحب، وكثيرون يشعرون بالكراهية، وهذا الباب يجب أن يغلق. لكننا نتكلم عن الأبواب الجيدة التي تترك مفتوحة، والتي قد دمرت أقفالها تماماً، وتمكن العدو من الوصول لحياتنا بسهولة. لكن هناك أخبار جيدة لنا، إنها هنا في العدد 13. لماذا يجب أن نسبح الرب؟ لأنه قد شدد عوارض أبوابك. لاحظوا كيف يتكلم بصيغة الجمع. والخبر الأعظم لأي إنسان هو أن الرب قد شدد عوارض الأبواب التي كانت ضعيفة، والتي كانت تفتح بتجربة شيطانية بسيطة، فيدخل الشرير، لكنها تشددت وتقوت من قبل الرب إلهنا. وعندما يفعل الله الأمور، يفعلها بشكل كامل. واليوم في اللحظة التي تفهم فيها ما يقوله الله لقلبك وتدرك إعلانه، تقف للحظة وتقول: من الآن فصاعدا لن أكون ذلك الإنسان الضعيف الذي يسقط في الخطية عند أبسط إغراء يواجهه. سأثبت بالرب يسوع الآن، سأتمسك بمكانتي، سأقاوم كل إغراءات الشرير، لأنه من الآن فصاعدا لا يملك الشرير الحق بالدخول من أبوابنا إلا إن فتحت أنت من الداخل في أي مجال من الحياة وفي أجسادنا، حيث يضع أي مرض. لكن لا، لن أسمح بأن تدخل. هذه الأبواب محكمة، لأن الرب قد شددها، وهذا القفل هو لي، والمفتاح هو اسم الرب يسوع، وأنا أغلقه الآن، ولن أسمح للشر بالدخول مجددا باسم الرب يسوع. قال خبراء الطب أنه عندما يظهر السرطان في جسد الشخص، يكون قد بدأ بالتدمير قبل 5 سنوات. يبدأ بخلية صغيرة يضعفها ويقسمها، ونحن نمتلك ملايين الخلايا. لكن اليوم لدينا القوة. إن شعرنا بأدنى هجوم، يجب أن نثق بقوة روح الله. إن كان لدينا هذا الإعلان باسم الرب يسوع، أنا أعلن أن هذا الباب قد أغلق الآن وتشدد من قبل الرب، وعوارضه قد تقوت وأغلقت بإحكام، ولن يتمكن العدو من الدخول. لن أسمح لهذه المعاناة أن تخترق حياتي. لن يجد مكانا داخلي الفكرة فقط بالإيمان، لأن الرب إلهنا قد شدد أبوابنا، وقد يحاول إبليس قدر ما يشاء، لكن لا تسمح له بالدخول، لأنه كاذب. ببساطة يقوم بتهديدك كما فعل في الماضي. عند أدنى تهديد يفتح الباب ويدخل، لكن ليس بعد الآن. لقد خلقنا الرب كاملين، لكن بدأ الدمار بعد خطية آدم، ودخل الموت الذي هو طبيعة الشيطان، وأصبح الباب يفتح عند أقل أو أصغر إغراء.
وهكذا سيسقط جون وتسقط ماري في الخطية. أشخاص كانوا مع أصدقائهم وشربوا القليل فقط، لكنهم أصبحوا مدمنين. هناك أشخاص يسقطون في خطية الزنا والفجور الأخلاقي لأنهم حصلوا على عرض لم يكونوا يتوقعونه، ودون أن يدركوا سقطوا في الخطية. لكن هذا من الماضي. الآن الرب إلهنا قد شدد عوارض أبوابنا لأنه يعلم جيدا كيف يفعل ذلك، وكما يقول هنا: لأنه قد شدد عوارض أبوابك بارك أبنائك داخلك. لقد باركهم جميعهم. يمكنك أن تنسى تلك الأعذار: أو في هذا المجال أنا فاشل. هكذا تكون قد فتحت الباب كي يدخل الشرير إلى حياتك. لقد شدد الرب عوارض أبوابك. لقد تقوت وتعززت من قبل الإله القدير. انسى ذلك. لا يوجد حتى احتمال لدخول الشرير ليدمر حياتك. الشيء الوحيد الذي عليك فعله هو أن تؤمن. مجدا للرب. فلا داع لتكون ضعيفا أو فاشلا كالسابق. إن كنت تريد فقط، يمكنك أن تفتح الباب وتسمح للشيطان بالدخول. لكن إن بقيت ثابتا بكلمة الرب إلهك، لن يتمكن من الدخول أبدا. وكما تقول الكلمة: ليقل الضعيف بطل أنا. بمعنى آخر، ليقل الخاطئ: إني مقدس. وأولئك الذين يشعرون بالمرض دائما: سأشفى الآن. والغير ناجحين: سأنجح دائما. والممتلئين بالكراهية والغضب والاستياء يقولون فيما بعد: إني ممتلئ بمحبة الله. ولماذا؟ لأن الرب قد شدد عوارض أبوابي. فالشيطان يمكنه أن يحاول قدر ما يشاء ويهز تلك الأبواب، لكنه لن يستطيع الدخول لأني لن أفتح له. بل سأستخدم قوة الرب إلهي وأحرق كل معاناة، والشرير سيتراجع حتما. لهذا يقول ناظم المزمور: سبحي يا أورشليم الرب، سبحي إلهك يا صهيون. أحبائي، إلهنا يعلم ما يفعله. يجب أن نسبحه لأجل كل أعماله. لكن كيف علي أن نسبحه؟ بفمي فقط؟ لا، بل سأسبحه بطريقة مختلفة. من الآن فصاعدا سأقول للضعف لا. فمن السهل التمسك بالبركة. في إحدى الخدمات التي قمت بها الأسبوع الماضي، كنت أمر بمعركة روحية منذ سنتين أو أكثر. أواجه مشكلة معينة. لقد نلت 80% من البركة، لكنني ما زلت بحاجة لتحقيق 20%. والمشكلة كانت تزداد، وكنت أقول: يا رب، إني بحاجة لمساعدتك الآن. وعندما كنت أعظ الرسالة من المزمور 41، وكانت مباركة حقا واختبارات أخرى وما فعله الله معنا، كانت حقا تبعث الرضا. وقرأت من إنجيل يوحنا الإصحاح 16 العدد 24، قال يسوع: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. عندما قلت ذلك تكلم الرب إلى قلبي: فرحك يجب أن يكون كاملا. فقلت: أشكرك يا رب، هذا ما كنت أحتاجه. أحد الأيام سأشارككم بهذه المحنة، سأخبركم عن تلك المعركة وكيف انتصرت بها. في ذلك الوقت تمسكت بكلمة الله كما أريد أن أتمسك بها الآن، لأن فرحنا يجب أن يكون كاملا. فإن كان فرحك 99%، لن تكون ناجحا، بل ستبقى فاشلا. لأن الرب قد شدد عوارض أبوابك. لماذا؟ لتأخذ موقفا حازما تجاه وجود الشرير في حياتك. لكي تتيقظ، توقف لثانية فقط. إن قواني الرب، فلماذا أستمر بحياة الضعف؟ ونحن لدينا أبوابا بجميع الأشكال والأحجام. لدينا باب الشهوة الذي علينا إبقاؤه مقفلا. لدينا باب الرغبات الخاصة. لا يجب أن نسمح لرغباتنا بالتحكم بنا، بل فقط ما يريده الرب لنا. لدينا كل أنواع الأبواب في حياتنا، فأي شيء تفكرون به لديه بوابة. يقول الكتاب المقدس في المزمور 100: ادخلوا أبوابه بحمد. إنه في العدد 4. هناك أبواب صنعها الرب لكل واحدة من خلايانا، باب خاص.
منذ فترة كنت أقرأ مقالة عن سيدة أمريكية ربحت جائزة نوبل للأدوية قبل 2 أو 3 واكتشفت أن أدمغتنا لديها أبواباً وقد تصبح مغلقة وتحاول أخذ الأدوية لكنها لا تنفع. أعتقد أنها كانت تتكلم عن مرض الزهايمر لكنها عملت على تطوير الدواء مع مكونات معينة من أجل فتح الأبواب بسهولة ليتمكن الدواء من الدخول وتدمير المرض. أحبائي، كل واحد من هذه الأبواب أصبح ضعيفاً بعد خطية آدم، لكن بعد عمل الله الذي أكمل تم تشديدها تماماً. لقد تقوت وتعززت. لا يهم أي باب كان وفي أي مجال من حياتك يمكنك أن تعترف بالمشكلة، فأنت بحاجة لأن تعترف بها، وعليك أن تؤمن وتعلن: الرب الإله قد شدد عوارض أبوابي. ليس لدي أبواب ضعيفة بعد الآن، إنها قوية تماماً. لم تعد الأبواب التي يستطيع إبليس أن يفتحها بإغراء صغير منه ويتمكن من الدخول. من هذه اللحظة فصاعداً سيبقى العدو في الخارج، وسأكون شخصاً ذو أخلاق عالية، شخصاً يحترم ملكية الآخرين. لن أطمع بالشهوات بعد الآن، بالمناصب أو الأملاك، بزوج أو زوجة. لن أطمع بأي شيء يعود للآخرين. لن أسمح لأي تجربة من إبليس أن تأخذ حياتي مني. ولم لا؟ لأن الرب إلهي قد شدد عوارض كل باب من أبوابي، وهذا قد تم. هو لن يحدث في المستقبل. أنت لست بحاجة لأن تصلي، لكن يا رب حالتي مختلفة. لا، أنت مخطئ، أنت ترفض ما فعله الله مسبقا. قل: يا رب أشكرك لأنك قد شددت كل قضبان ومسامير وأقفال أبوابي. نحن فقط بحاجة للإيمان، فإن لم أؤمن بما يقوله الرب في رسالته سأخسر ما كان يقوله لقلبي. كنت أعظ وفي ذات الوقت في أعماق قلبي كان لدي علاقة مع الرب، فقلت: أشكرك يا إلهي من أعماق قلبي، لقد أكمل فرحي اليوم. ويريد الرب أن يكمل فرحك أيضا. إلى الآن لم تطلب شيئا باسمي، أطلب تأخذ. لا مجال للفشل أبدا في حياتك. ولماذا يريدك الرب أن تسأله عن احتياجك ليكون فرحك كاملا؟ الرب لا يريدك أن تكون حزينا في أي مجال من الحياة. لا يريد لأي جزء من حياتك أن يكون بين يدي الشرير، بل يريدك أن تكون مقدسا ماء بالماء ومخلصا. يريدك أن تكون مباركا ناجحا بصحة كاملة منتصرا وحقيقيا. وهذا ما يقوله لكم اليوم: لقد شدد عوارض أبوابكم الروحية. اختبر حياتك وانظر لنقاط ضعفك لترى ما هي الأبواب التي يدخل منها العدو. دكتور سواريز، عندما أتمدد للنوم ليلا تأتي الأفكار السيئة لعقلي وأجد صعوبة في المقاومة، لكن ليس بعد الآن. في المرة التالية التي سأجرب فيها سأقول: أيها الشرير، لقد انتهى. الرب إلهي قد شدد عوارض أبواب حياتي. أبوابي ليست هشة، لا يمكنك كسرها بعد الآن. حتى لست بحاجة أن أسأل الرب مرة أخرى لأنه قد فعل ذلك مسبقا. من هذه اللحظة فصاعدا لن أسمح لك بالدخول. إني أطردك للخارج. لا يوجد مجال لأن تدخل أكثر في حياتي. سبح الرب يا أورشليم، سبح الرب يا صهيون، كنيسة المسيح، بأن نتمسك بالبركة. سواء إن كنت مدمنا على التدخين أو المخدرات أو على الكحول أو غارق بالفجور الجنسي، بغض النظر عن ضعفك، لا، لقد كنت ضعيفا في الماضي، ومن الآن فصاعدا اكتشفت أن العمل قد تم. لقد حصل هذا، فلا داعي أن أصرخ للرب مجددا. كل ما علي فعله أن أؤمن. إن آمنت سترى مجد الله وستحقق الامتلاء في حياتك. فإن وجد حتى اليوم موطئ قدم لإبليس في حياتك يتحكم بك، يمرغ وجهك في طين الحمأة، لقد حان الوقت لترفع رأسك. لقد انتهى الآن. لقد خلق رجل جديد، امرأة جديدة، فالأبواب مغلقة وأنا قلعة حصينة، وأمسك بالمفتاح الحقيقي كلمة الله واسم الرب يسوع. معا إلى فقرة افتح قلبك. لا
فيكتور سواريز، لدي 34 عاماً وتطلقت قبل 10 سنوات. لدي ابنة واحدة، وعندما تطلقنا أصبح زوجي السابق لعنة على حياتي. قال بأنه لن يجد شريكاً آخر أبداً ولن يشعر بالسعادة مرة أخرى. أنا لا أصدق هذا أبداً، لكن الآن بعد 10 سنوات شعرت بالوحدة، فأنا لم أقابل رجلاً مؤمناً. دكتور سواريز، هل تعتقد أن هذه اللعنة ستزول عن حياتي يوماً ما؟ أريد أن أكون سعيدة وأبني حياتي من جديد، أرجوك ساعدني. أختي العزيزة، لم يختار المنتجون رسالتك بالصدفة، لكنني لم أكن أعلم أنني سأعظ بهذه الرسالة اليوم، ولم أكن أعرف أنهم اختاروا رسالتك أيضا. لقد أعطيتك الإجابة خلال عظتي. أبوابك أختي قد تشددت من الرب يسوع، لقد تقوت من قبل الوحيد الذي لا يصنع أي خطأ، كل ما يصنعه في منتهى الكمال. فبدلا من الإيمان باللعنات، اسعي للفرح الذي سيكون كاملا. فلا لعنة بعد اليوم على كل من يؤمن بالرب يسوع، هكذا مكتوب في كلمة الله. ليس عيافة على يعقوب ولا عرافة على إسرائيل، شعب الله، لن تؤثر عليهم أي لعنة. وهذه الكلمة من أجلك أيضا، لا يجب أن ننحدر للأسفل كنمو ذيل الحصان، بل علينا أن ننمو للأعلى ونزدهر أكثر. لكن ما الذي علي فعله؟ قد وضع أحدهم لعنة علي، انتهر ذلك على الفور، لأن أبوابك جديدة ولا يمكن للشر أن يتجاوزها الآن. أبوابكم قد تقوت، فأغلقها وابدأ بإعلان النصر بإيمان. أعلن أنه لا شر سيسود على حياتي. إن كنت تواجه مشكلة صحية أخي العزيز، الرب إلهك قد شدد عوارض أبوابك وأقفالها، فأغلق هذا الباب واستخدم اسم الرب يسوع. توقف عن وضع فلسفات عن الإثم وابدأ الحديث عن القداسة. تحدث عن الرب وعن أعماله العظيمة بدلا من كتابة قصيدة عن الأمور السلبية وتأليف الألحان الحزينة. ابحث عن السعادة في الرب يسوع. نعم يا رب، أشكرك من كل قلبي، سأنتصر باسمك وأحقق الغلبة. أحبائي، يريد الرب أن يبارككم وينزع كل المشاكل من حياتكم، سيرميها في بحر النسيان، وسيشرق يومك وستكون سعيدا للغاية. دعونا ننتقل إلى دراما الحياة الحقيقية. منذ أن كنت صغيراً، كنت حينها في 13 أو 14 من عمري، وكانت حياتي هكذا. بدأت أخرج في الليل وأنفق كل النقود التي أملكها على الحفلات. ثم تزوجت، لكن لم أتخلى عن عادتي القديمة بالذهاب للحفلات، وأصبح وضعي يسوء أكثر، وكنت أعود إلى المنزل في وقت متأخر ونبدأ بالشجار أنا وزوجتي. كان يخرج أحياناً في 6 مساء ويعود في وقت متأخر من الليل، وكان يحصل شجار كبير عند عودته للمنزل في الليل. وبعد ذلك قررت السير مع المسيح وتوقفت عن الشجار، لأن الكلمة تقول حكمة المرأة تبني بيتها. كنت أصرف كل نقودي في البار وأقول أنني سأتوقف، لكن في اليوم التالي آتي من العمل وأخرج على الفور، وكنت أعتقد أن ذلك أمر عادي. رغبتي الأكبر كانت أن أخذه معي إلى الكنيسة، فوعد الرب يقول آمن بالرب فتخلص أنت وأهل بيتك، وأنا آمنت بهذا الوعد. كانت تقول بأنها دعيت لتكون كفيلة، لكنها كانت تؤجل دائما. أوه، لا أستطيع في هذا الشهر ولا هذا أيضا. لقد كان ذلك عمليا في نهاية العام، وكنا نسافر عادة. كنت أقول سأبدأ الكفالة بعد أن أعود من رحلتي، سأصبح كفيلة لكن سأسافر أولاً. وأحد الأيام كنت أشاهد برنامج الإيمان وقال أنت هناك تجلسين في المنزل وتريدين السفر أولاً ومن ثم تكفلين. فقلت أوه، هذه أنا، تكلم الرب لقلبي قبل أن أسافر. وفي اليوم التالي ذهبت إلى هناك وأصبحت كفيلة. ومنذ ذلك اليوم وبشكل تلقائي بدأت حياتنا تتغير من خلال التزامها بدفع الكفالة. وتدريجياً بدأت التغييرات في حياتي باولو. وبعد ذلك زالت الرغبة بالذهاب إلى البارات، وكذلك لم أعد أرغب بارتياد الحفلات. ثم قلت لها قبل ذهابها إلى الكنيسة، أنا سأذهب معك وأشارك بالخدمة ومن ثم أعود للمنزل، وفي اليوم التالي أذهب إلى البار. وهي كانت تصلي وتتضرع إلى الرب.
ومن خلال برنامج الإيمان أخذت قراري. ذهبت لأوصلها إلى الكنيسة أحد الأيام، كان في مساء يوم السبت، وقررت أن أدخل معها، لكن أمام باب الكنيسة قلت لا لا ادخلي أنت وأنا سأذهب للمنزل. ثم تركتها وفكرت سأذهب إلى البار لشرب القليل من البيرة وثم سأعود للمنزل. ثم فتحت زجاجة البيرة في البار لكن لم أستطع شربها، فدفعت ثمنها وعدت للمنزل. ثم أدرت التلفاز وكنت أبدل بين القنوات ورأيت الدكتور سواريز وكان يعظ وقال أنت هناك تضع قدما في الكنيسة وقدما في العالم، خذ قرارك أنت أيضا، تعال إلى الرب يسوع أو ابقى في العالم. وبعد ذلك ذهبت لأجلبها وقلت لها من الآن فصاعدا سأذهب إلى الكنيسة ولن تريني في الشارع مجددا، وحينها سلمت نفسي للرب يسوع. لقد غير الله حياته كليا واليوم هو إنسان مختلف. هو رجل الله وهو مبارك، لا يقوم بأمور خاطئة. أريد أن أخذه كمثال لي لأكون خادما للرب. واليوم جميعنا معا في بيت الرب. في بعض الأحيان أقول لأصدقائي أن تلك الحياة هي فقط لجعل الإنسان يحيا في حزن وعائلته أيضا. من قبل كنت أعتقد أن الذهاب إلى الكنيسة هو كالذهاب إلى السجن، أو لن أتمكن من الذهاب للشاطئ أو فعل أي شيء آخر، لكن لا، هذا مختلف. يمكننا الذهاب لأي مكان، نحن نعلم الوقت المناسب لنأتي ونذهب ونعرف كيف علينا أن نتصرف. وبعد أن دخل الرب يسوع حياتنا وحقيقة من خلال حياة زوجتي لا نعرف سوى الفرح. شكرا للرب يسوع. ننتقل إلى فقرة السؤال والجواب. يقول في المزمور 16:7 بالليل تنذرني كليتي، هل يمكنك تفسير ذلك؟ حسناً، الضمير الإنساني صوت لا يمكن إيقافه أو اختباره. روح الله يعلمنا عندما تشعر بشيء يزعجك في الداخل، أمر كنت قد فعلته، خذ موقفاً حقيقياً. سأثبت في كلمة الله المقدسة، سأصحح الأمر باسم الرب يسوع. فإن أظهر الرب لك أمراً ما لأنه يريدك أن تصححه ليكون بركة عظيمة لحياتك، إذن أغلق الأبواب بوجه العدو وافتح باب البركة باسم الرب يسوع. ننتقل إلى السؤال الثاني. دكتور سوارز، إذا دعي شخصاً ما لخدمة الرب لكنه لم يطأ، فهل يمكن أن يخسر خلاصه؟ هذا الشخص لن يجد الخير على الإطلاق لأنه لم يطع الرب. حصل على دعوة من الله لكنه لم يتممها، فهو في خطر عظيم، ليس فقط بخسارة عدة بركات، لكنه يسمح للشرير بأن ينجس حياته، فهو لا يسير حسب مشيئة الله وبحسب خطته الكاملة. اتخذوا حالتي كمثال، فلا يمكنني أن أرى نفسي بعيداً عن منبر الوعظ. لماذا؟ لأن الله دعاني لهذه الخدمة وأثق باستجابة الصلاة حالاً. فلماذا لا تصلون أحبائي؟ عندما أعظ يعمل الرب ويبارك. دعونا نصلي لنختم خدمتنا بالصلاة. إني أطلب البركة باسم الرب يسوع المسيح وأعلن بسلطان الرب يسوع أن الشرير سيخرج حالاً. ارفع مخالبك أيها العدو، إنهم يغلقون الباب بقوة في وجهك. أطردك وعليك أن تغادر حالاً ولا تعود مجدداً بقوتي وباسم الرب يسوع المسيح الناصري، له كل الكرامة والمجد. آمين. أولئك الذين تحرروا مع الرب يسوع فليستمعوا جيداً لكلمة الله القوية والحية، كلمة الله التي ينقلها الدكتور سواريز معلماً أن هناك إله واحد، ويعرفهم ما يجب فعله ليبدأ الله بالعمل في حياة المؤمنين.